يردي يردي هاي علم جوا يفتينا ذما هجاي مرنا وودات في الكاكا قاد كاتاي واسدارور ايو شمس ايو اكتوا بري وقري اقبادوت قدال كويل سماتاي وانا آلت لغو حوكس دو لغو اذيقتاي وعين قجري خياركي قال النادي رحمه الله تعالى وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد مرنوا أسبابها نفله كوانتقالاني مرنوا إليس حقا لقو أقذاي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال. وعين كجر خيارك قال الناظم رحمه الله تعالى وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتاد ككون من تباع في اعتداد وعن سوشين خياركو مر لوقيب اذن وقيب صبو خيار تشيه خيار نقيصة خيار مركا كحلان دونيدا مركاس اما تروي يكا صوفي كريد او مركا خيار المجزئي خيار الشرد ايوها هايو يساقا وينو صامرني هلقا خيار العيب اما خيار نقيصة ايوه نوغيقل اياه خيار العيب ما خيار النقيصة قدهان واشي يولا كلا يبسدي وعيب يشا عيب تاسير صدح وجميلة يكتب مادا وحل الشرطي أولا يسكو أغا أولا يلشي يولا كلا يبسدي وينو لا يهي أميشا كبحا سيما مثلا قاري ليلي وحا يوحا وينو لا يوينو فور ويلي يهي وينو سيهي أميشا لوايو وعيب مدنا وحا يكتب هذا تغرير فعل يبا الليلة هذا يو وحا دقنين لقو السماعي او اسنا ماشا كبحا مثلا وانيف جيو لقو سو قاحي او اسنا قد بيتنا هبين يغمالين اما الله با اهلا اللي سين سيلا دين لكينو او اسنا هذا عنده ده انت لقى نيف جري والوالي وحا ويا وحا لقى بوحنا يا بالديو او دويتنا مركا ادلسا مالين اما هبين يا مالين مخادستو قبنا ونقضو وحبا مركا وديق وايو تاسو مركا كاتب التغرير يا دقيد مركا لغو سميه قاحين تهال لغو سميه كاسرا وامد مدنا قضاء عرفي با لينا وارين عرفي وحكم ايو او مركا لما لين ايي او اشي قنين انو عيب لهينا او عيب مركا اي كتب عدو عيب تانا وحي لهدان إن لعلي شيء كان إيسا وعيب كسا أو شيء عين تيسيا مقال كيسي نقصامين إيسا ودب إيسا أم بقنمين إيسيا أي نقصامين إيسا ودب إيسا وحانا مركا ماشي كبحا يا غرد يو جيدا صحيحا وقف غني أولها أيضا الشيء مركا مبيع ذا هيلن وعينا أنا إلحين وحين الشيء يعني وين قيمة عيبتن وين قيمة نقصامين أيام أما وين قيمه نقصامين أيام نقصان مركا غرد يو جيدا صحيحة وقف غري ولها أي مركا ماشك بحيصو هدي أنو عين تينا نقصامين أن قيمين نقصامين أينين تاسيود عيب من نقون أيصو وحك الأول يبقى لك مارمار في جنس المبيع عدمه شيء لا يبين أيام وحال لم يتكاهنا وين أنا إلهين شيئاً وحال لم يتكهنا وإن أنا إلهين مثلاً هدو قاري يهي ومثلاً قاربا يجري مركا روغم هرية وحي بحان دي هدي قواردة نوعا صدنا مركا يوضا بحضو دي تيبا بحي صعب نقول ما يسوى اللو وذوق يهي إنا يوضا اللي يهين قواردة نوعا نهار دمي
waxa isaga markaa u gaaramahay waxa la doonaya waxa isaga u gaaraho wixii la jinsiga aanay lahayn waxa kala yara laga marmaana ceebtaasi waa inay tahay ceeb qadiimaha kala timin ninkii iibinayay amaba hadda hadbaad laakiin sabab hore iyo wax hore ku tiirsan hadii intii uu gacanta ku soo dhigayba ee isaga ay ku soo wareegtay ee ceebtani ku timaado ceeb uu ku celinayo markaa noqon mayso marka wuxuu leeyahay naadimku raximahullahu tacaala waa in bimaa yubaacu ceybu yadar wayadar haddii uu muuqdo bimaa yubaacu mimaa yubaacu kii la iibinaya xaggiisa ceybun ceebi haddii ay ka muuqato min qabli qabdin ceebtaasoo gacan ku dhigid ka hor ahayd jaa'izun waxa u bannaan lilmushtarii kii iibsaday yaruduhu an yaruddahu inuu celiyo ayaa u bannaan fawran si degdega inuu celiyo cala almuctaadi si uu loo caado leeyahay ugu degdega badan ka kawni man haweenay ahaansheedba weeye tubaacu la iibinayo addoontii la iibinayo fi ictidaadin markaa ciddo ku jirta waxaa sheekhu leeyahay raximahullahu tacaala haddii shaygii mabiicda ahaa ee la kala iibsaday ee la iibinayay caybi ay ka muuqato ceebtaasoo uu lahaa intaanu mushtarikani gacanta ku dhigin oo caqdigan iyo intaan iibkan iyo heshiiskan la gelin ka hor buu sii lahaa ama caqdiga dabadibay timin laakiin intii aanu weligiisa uu gacanta ku dhigin bay ku timi ama intuu gacanta ku dhigabay ceebtani timiye laakiin sabab hore ayay markaa ku tiirsan tahay oo masalan jug baa soo gaadhay masalan neef buu ahaay oo kale jug baa soo gaadhay jugtii hore ee soo gaadhay iyo waxyaaladii hore ayuu markaas dee u fadhiisay amaba u dhutiyey amaba u laangelay markaa markan hore caadi ahaa isaga soconaya laakiin hadday laangelayntani waxaan ku yimi ay ku tiirsan tahay sabab ka horreysay iyaduna waa ceeb waxa kaloo laga maarmaana qofkan mushtarka iibsadayna ceebta inuu ka jaahil yahay haddii uu ceebta og yahay oo iyadana u bareero oo idhaahdo waan ku iibsanay warshay waxaasuu leeyahay ama uu arkayo u muuqato oo uu ku iibsanayana ma celinayo marka waxa u bannaan qofkii mushtarka iibsaday inuu si degdega u celiyo calal muctaadi degdegaasina waa sida loo caado leeyahay oo macnaha lagu kalifi maayo celin aan caadi ahayn haddii uu habeennimo ogaado dee la hurdo dee iminka dhaqaaqoo gurigiisii ku garaac ama raadi loodhan maayo waxaa leeyahay berri marka la soo kaco raadi ayaa loodhanaya salaad buu ku jiraa waxbuu cunayaa xamaan buu ku jiraa markaba orod loodhan maaye markay howlahaasi ka dhammaadaan ayuu markaa celinayaa hadduuse iska haysto shaygii iska isticmaalo oo masalan gaadhi bay hayd oo ceebaad ku aragtay waa inaad halkii aad ku aragtay markaa aad joojisaa waa inaad markaa ciddii lahayd la hadashaa oo aad tiraa shaygii waxaayo waxaas ayaa ka soo baxay u yeeshay laakiin waan iska wadanayaayo wii kadib markaa ninkii arko ayaan dabeetan odhanayaa ceeb buu yeeshay ee iga celi taasi ma bannaana ee marka waa inaad faraha ka qaado isticmaalkiisii shayga aad joojisaa markaas ayuunbaad markaa celin kartaa miisaal ahaan haddii markaa dee qofkii uu joogo waad ku celin haddii wakiilla iyo wakiilkiisiba aad ku celin haddii aad weydo isagii iyo wakiilkiisiba haddaad weydaana dee qaadiga iyo maxkamadda ayaa tegaysa ood odhanaysaa waxaan idin ogeysiinayaa shaygaasoo iibsoo caynkaasa oo ninkii ceebtaa yeeshay oo ninkii lahaana maqan yahay wakiiluu leeyahayna aan waayey dee gaariga geerashka ayaan dhigayaa iga ogaado iga qora laakiin hadduu iska wato ama iska kaxaysa ama suu doono iskaga tasarufo yacni hadhowta ma celin karaya waa inuu si degdega si caada u celiya mithaal buu inoo yeelayo dee kutubtan horena dee fiqiga addoonka iskaga badan waayo dee gaala lala dirinayay oo xilliga kutubta la qorayay jihaadkaa taagnaayo gaaladii baa markaa lasoo qafaalanayo waa addoommoobayeen dabeetana sidaa saylada xoolaha geela iyo adhiga iyo lo'da ayay saylada u lahaayeenoo lagu iibinayo lagu kala iibsanayay sidaa daraaddeed baa
يعني أنا أتفق هذا كوارك إن باب من الأبواب كمذا إلا أمثلة ذي سأقبضني وحوي أضون مضع مركا وحوري أضون أيا لك ليبسدي أضون دي وصوي يبسدي وحو قذين عدة كترتو ومثلا ننك هذه أيا فريم أما هو كدنتي هذا عدة ذي أيا كترتا نكا نيبسدينا موغين عدة كترتو خيار يولي هاي مركا لأنه قبلاً دي هذا لما معاملون كريو مدى لبعض هدو سلاحة سي إيبنا دي قيمة هذه النقصان أياكو إيمان أيا وعلي وإن يظهر هذه الموقضو بما يظهر مما بما يباع مما يباع كيل إيبني حقيس عيب عيب هذه أي كسو موقتو من قبل قبض قعن كوديجيت كهرنا هاي العيب تاسي جايز وحاو بنان للمشتري كيبسي يرد وان يرد وينو عليو فورا دقدق على المعتاد يسأل لو عاد الله يهي دقدق لو عاد الله يهي وينو كعليا ككون من مذا شهد بوي هوانا يأضانه تبع لبين في اعتداد عدة ترسي قصوغا كتاب السلام سلم كي أيو كتاب يهي سلم إيا سلف لبادة بوالا إلى هذا وعين صوت الماني وحيا لها لإيبيو لبس يالود أيا لقويبيا شيوا شي موغضا وهل كان يا الله أما الله يصلا أركي هوري انتا كدن بيسا ركتان أنس بدلينين كايسا وين صمر شرود ديسي شينا وا شي أن هدا ميش أولين أن بقف قري أنو حد هينا ملكي كي سبا أن كتشرين لكن قدالو كان أيو كاسو سفوين إيات المام اللو يالي يو لغو كريب سن أيو والله بدا قيبوض أي أحيد وعلي بني مركا قيب تيكرا مركا كيلا سفوين أيي أيو هلقي نوغل يو سلم بالي لحظة سلف نوال لا يراه ضايو سلم وحا لو يري دا وخي لا كلا سيسن يرا مجس لا غديبيا سلف با لا يرو دا وا لا هورو مارينيا او وخي لا غيب سريا با لا هورو مارينيا وحنا قياسكو كينايي ان انو بنانانين لانه وحو غليا بيع ما ليس عنده قفغو وح انو هينن ويبينيو وحانو هينين انو يبيانا ماي بنانين لكن حاجة يباهي ايام مركا لو بنيو شريعادو وحي مروال باي نوفضي ديسي وحي مركا باهي اددكو اي لحين سي اقدن لحين اذا فوق هذا غار كود سلم كان وحي لان بيع المحاوش هو باهن ايب كود اي لحظان يعني واشاي مقانو اللي يبين ايو حاجه يا ضروره يا باهي لبدن قف واخ كره يبسنيانا اي وعيسو كينيسو لانه قفغا لعقت هيسا وحا او باهن كرا سلعه يا بديعين يبسدو قفغي سلعدن يا بديعدن هي صاحب كده هنا وحو باهن يي لعقتي انو هلو اسغون شيغي هينن سيو مركا لعقت نبدي سره ونفقيو زرعي سي يي وحي ودونايينا لعقت مركز سوق بحيو وهذا وترى مركز إذا خضر دي سو سوق قلو أو يسق بحيو أو مثلا عندك كده بيرها راكلة أي واحد سي إي بين أيان إن ده صوص حردو ده تمان ده إن ده صوص حردو اللي قص قد بدو اللي معانا إن ده صوص حردو ده يعني إن ده سو كيش أو خضر وهذا بي سي إي بين أيان لعقت بي سي قادر أيان حل بي قبصر أيان ده بيتنا lacagti ayaguna waa biishanayaan beerahoodii iyo qodalkii iyo abuurkii iyo shaqaalihii waxana way ku bixinayaan hadhowna way keenayaan marka qofgana lacagta ay saarada wuxuu baahan yahay hadhowta qudrada ayaa sheedaas u baahan yahay kan imika kale isna wax yimilayaana de lacagtaas u baahan yahay si ugu sii muraadsado midan qof baa wuxuu baahan yahay gaari markaas gaarigii isagu marha wuxuu yaqaanaa kan meelaha loo diray iyo halka laga keenayo waxa soo dhanbu yaqaanaa kan lacagtii buu haysaa deeta wuxuu ka iibsanaya marka gaari noocaas oo modelkaas oo noocaas oo midabkaas oo sidaas oo saas oo saas uu ka iibsanaya sifooyinkii soo dhan lacagtii buu siinaya
مدي قبصر يا كنا وادير يا شيء مكين يا حلقي لقبصر يا أيو مركا كو كين يا يو وارهن مركا الله بدا قوك وحيبينيك وحيبسر يا أيو باهني ولو شيء شيء أن لبه إن هذا لكن هذا روح اللوب مني حاجة ذا يا باهيدا ضدكو مركاس أيو قبان درادين وحنا واصل ومسألة علماء المسلمين تعي كويتش مع سيهين وحنا تلمام يساعد يا أيها الذين آمنوا إذا تعينتم بدين إلى أجل ayada quraanka ugu dheer wa arinta ay marka salamkan ay ka hadlayso ibn abbas ba salamka marka ku fasiray hadithiga bukhari iyo muslim nabigu sallallahu alayhi wasallam man aslafa fi shay'in falyusif fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin qofka ku hor marsada shay ha ku hor marsada miis la yaqaano iyo miisaan la yaqaano iyo ajal iyo muddo la isla wada garanayo shaygaasi haduu yahay shay la miiso ama shay la miisaamo waa in miisaankiisa intaa shay miisaankiisu yahay shay miiskiisu intaa yahay ajashay iyo muddada lagu keenayaana waa inay tahay mid macluumaha iyadana la garanayo abwaabtan ama kutubtan waxaa lagu gartaa arkaanta ay leedahay baa lagu gartaa oo lagu fahmaa arkaanta kitaabu salaam ama baabu salaam waa shan muslim مسلم إليه رأس مال مسلم مسلم إليه مسلم فيه رأس مال يسيغ وشنطة مسلم هذا هو كان لعقت بحين يا مشترك مكاه وحيبسر يا مسلم هو مشترك وكي وحيبسر يا مسلم إليه وكابايا هذا وتيس وشيء كان يه لعكتي لقو هرم مرينا يه لسينا يو ان مسلم فيه هنا وشيء كان ليس كده وانا يه لعكت لقى بحين يو خلاص ما الله ولعكت لنا بحين يو يس هي غادي مثلا قف بوح دون يه قاري نوعي نوع سينو لعكتي سبحي قف جاني وكيرو قف جا مركا لعكتا هذا بحين يا جاريك دون يا مسلم بالي رهضا أو كان لعكتا بحين يا وأنا مشتري يبسديه كان لقد دون يا لعكتا دلسير يا مسلم إليه بالي رهضا هذا ونوا كبايع نقول يسوع يبين يا gaariga la doonayay la kala iibsanayna muslimu fihi baa la dhe wakiil lagu hor marsanayay lacagtan la bixinayo mesela 5 kun baa lagu heshiyay ama 10 kun baa lagu heshiyay ama 20 kun baa lagu heshiyay raasumaal baa la yidhaahdaa waan ku hor marsay gaari caynka iyo caynka soo qiimaysa iyo sayasiyogiisu iyo waan ka aqbalay ama yaani waan ka yibiyay taana waxa la yasiiqadii 5 daa rugni ayuu leeyo marka lagu garanayaa هذا هو الشيخ وأشرد كونه منجزا وأن يقبض في المجلس سائر الثمن وإن يكون في ذمة يبين قدر ووصف دون ما يعين الشرط شرط قال الله شرط يا سلمك وكونه يهي منجزا من الله شري وأن يقبض وإن قعنت الله قدر في المجلس مجلس يا فدقا يا وذجوك سائر الثمن لعكت أردن وإن يكون في ذمة هدي لعيدا سي ذمة غفقا اي تهي او ذمة سسارا تهي يبين والعدين قدرا قدر كذا ووصفا يصف ذا دون ما يعين وحال عيمي ايضا ميا وحشاق لا يهي صحة السلام waxaa loo shardiyaa shuruud ka dheeraada shuruudii iibka shuruudii iibkuna meesha way taalaa shuruud dheeraada uu leeyahay waa shardiga koowaad ee kawruhu munajjazan waa inuu yahay mid la jaray halkaa shardiga fasiradiisa iyo macnayndiisa shuraaxdu waxay u badan yihiin kawnuhu ay saman lacagta raasu maasha waa munajjaza waa inay tahay mid xaala ah oo hadda la bixinayo mid muddo loo sameeyay aanay ahayn oo xataa hadii lixdan ahaatee ilbiriq salaatay muddo loo sameeyo ma ansaxayo laakiin waxa ka wanaagsan maalay sida fasirideeda waxa ka wanaagsan in la yiraahdo kawnuhu waa inuu salamka aqdu salam yahay munajjazan mid la jaray
oo khiyaaru shardi aanu gelin. Macnaha khiyaaru shardi waan iska soo eegayaa illa waataynu soo maraynayba, yacni khiyaaru shardiga markaynu maraynay, wayushradu lkhiyaaru fii ghayri salam thalaathatan wadunaha min xiini tam, marka waynu yahay mid go'an oo saa lagu kala dhaqaaqay oo aan khiyaaru shardi aanu gelin. Liannahu waxay leeyihiin inay lacagtu munajaso halkaa lagu bixiyo shardigan dambaa tilmaamaya, beytkan dambaa tilmaamaya, oo wa an yuqbada fi lmajlisi saa'iru thaman kanaa tilmaamaya. Marka haddii kale labadii bayd isku macnay noqonayaan. Marka munajasan caqdiga in loo celiyo, wakownu caqdi munajasan inuu yahay mid la jaray oon khiyaar ku jirin ayaa laga maarmaar. Khiyaaru shardi waa shardi kaasi. Shardiga labaad waa in lacagtan oo dhan maxaynu nii raasumaal baa la yidhahdaa majlis caqdiga lagu wada bixiyo, oo kii muslimu ilayga ama wakiilkiisi uu gacanta ku dhigo. Liannahu haddii aan lacagtii la bixinin, macnaha maxay noqonaysaa? Deedayn dayn lagu iibiyey. Shaygii waa maqan yahay, lacagtii la kalesanaya waa maqan tahay, markaa deedigii dambes baa markaa laysu dhiibay weeye, waxba markaa meeshii laguma kala iibsanin. Midda labaad, salamku waa caqdu qarar bay yidhaahdeen, qarar kale iyo adagniyo kale laguma sii daro. Midda labaad, xaajo iyo baahi ayaa loo jideeyey, dee waxa laga maarmaan ah xaajadii gudideeda in la dedejiyo qofkan ila baahi waxaanu haynin inuu iibiyo, baahi baa u geynayse, waa inuu markaa dee helaa lacagtii si markaa baahidiisii ugu guto. Marka lacagtii oo dhan raasumaashahayd waa in meesha lagu kala qaataa. Haddaba wa in yakun fii dhimmatin yucayanu qadran wa wasfan duuna maa yucayanu, marka wax la kala iibsanayo ama marka ay baabu salam tahay ama adigu aad wax kala iibsanayso, baabul wakaalana khilaaf badan baa halkaa ka yimaadee. Laba siyaalood baa wax loo kala iibsadaa. Iminka haddaad lacagtaad masalan ka soo qashay $100 baad iibsanaysaa, haddaad boqolkiita soo saarta tiraa war boqolkan igaga iibi shaygan, waxa lagu leeyahay waxaad ku iibsatay shay mucayanad wax ku iibsatay. Boqolkaasi haddii uu xumaaduu faalso noqdo, iibkaasi ka kacbuu noqonayaa, wuu fasaqmaya iibkaasi. Laakiin adigoo boqolkii iska haysa haddaad tidhaahdo warshayga iga iibiyo boqol iga sii, waa yahay ood boqolkii soo saarto, waxa loodhaya marka hore ishtaraa fi dhimma, dhimmadii dumadiisu ku iibsaday marka hore, wixii dumadiisa saarnaa ayuu deetana boqolkan ka bixiyey. Boqolkii hadduu faalsa noqdo waxa lagu dhahayaa soo bedeluun, ilayn caqdigii kuma dhicin boqolkano mucayan ma aha. Iibkani wuxuu ku dhacay dimadaad marka hore intuu ansaxaybu dimadaada furay, boqol baa lagu laasanayba, boqol aan saliim ahayn baad waxay soo bedel baa lagu leeyay. Laakiin haddaad mid mucayana ku iibsatay, waxa iibka ku fasaqmaya. Saa daraaddeed baa wakaaladda haddii qof la wakiisho oo kulaa shayga iigu soo iibi oo aad markaa dimo ku iibiso, waad khilaafday. Hadduu kulaa dumadda iigu iibi oo aad tiraa boqolkan iigu iibina, waxa lagu leeyahay muwakilkii waad khilaafday baa lagu odhanayaa. Leannahu laba ujeeday kalale markay mucayantay marka. Haddaba halkana waa sidii oo kale, haddii uu yidhaahdo waxaan kugu horomarsay gaadhi caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa baan kugu horomarsaday, ayaan kaa doonayaa 5,000 ama 10,000 intuu soo saaray ayuu dhibo, ayaan kugu horumarsay si gaadhi caynkaa iyo caynkaasa u keeso. Marka wax mucayan raasumaashu waa mucayan, qadarkiisa in la garanayaa shardi maaha, waa duuna maa yucayanu tuna leeyahay. Aragtidiisa iyo muuqaalkeedaasu baa isaga markaa laga maarmaana. Haddiise uu yidhaahdo yacni gaadhigan waxaan gaadhi baan yacni lacag 5,000 baan kugu horo marsaday, gaadhi caynkaa iyo caynkaasa baan kaa doonayaa, waye kun fi dhimmatin weeye, iminka lacagtii raasumaasha ay dhimadaadi bay saaranto maad cayimin. Marka haddii ay raasumaashi ay fidima tawanaad cayimin, waa inaad qadarkeedii sifadeeda baad lacagno beriyi hore dee lacagtu dahabka oo kaliya fidayi marka wax lagu iibsanayo dee way kala gedisnayd, oo midi mid marka madruubaho la jarjaray bay ahay, mid mid mukasar marka ayay ahay,
waa inuu markaa cayimaa yidhaahdaa lacag qadarkeedu intaa yahay oo caynkaasa oo sifadeedu markaa caynka iyo caynka ay kala tahay waa inuu caddeeyaa. Marka waa in hadday dhimo tahay inuu qadarkeedii wasugeedaba caddeeyaa. Kadib markuu caddeeyo ayuu de hadhow ta dhiibayaa, hadhow waa inuu hadana bixiyaa iyadoon meesha lagu kala tegin, ilaa waxa idin majliska lagu kala qaatee. Iyadoo majliska lagu kala qaadan ayuu marna mucayin ka dhigi karaa, marna intuu cala dhima ku iibsado ayuu intaan la kala tegin bixinayaa. Marka taas ayuu inoo sheegayaa. Oo waxa uu leeyahay ashardu kownuhu waa inuu yahay caqdiga salmku murajasan, waa an yuqbada waa in gacanta lagu dhigo fil majlisi majliska dhexdiisa oo kii muslimu ilaahayga ahaayee markaa lagu hore marsanayay waa inuu gacanta ku dhigo saairu thaman jamiicu thaman lacagtii oo dhan. Waa halka ay shuruudda ay shaaficiyada agteeda ay istisnaaca iyo salamku ay isku khilaafaan. Istisnaaca waa la horaysiin karaa, waa la dib dhigi karaa, waxba la bixin karaa, laakiin salamka shaaficiga le waa in lacagtii la wada bixiyaa. وإن يكون هذا برها سمال كاسي هدو يهي ما لعجدو في ذنبتين ذي مديس يما دو مديس هدو سارين سو سارين يبين والعدين قدرا أو يبين مركا دو عدين كي مسلم كاها قدرا قدر كيدا ووصفا يسفا دي هذا بو عدين مركو عدين يابو دبيتنا ديبي مجسي كو ديبي وإن لوا يقبض بالا الرواية دون ما يعين لكن تيل عيمي او مركبه سو سارو رواتن ايدا قدر كيد يسفد ان لا عديا وخبا لا مرمان ما هي مقال كيدا ايا كفلان وكون ما شيء هن شيء ايا لا شرطيا اسلم في ام مسلم في لغور مسيدين وين يهي حلولا ذا حلول حال يهي حلول سو صحيح اما دي سو حلول ذا حلول صاحبه او مؤجر او ذا تاجير اما تاجير صاحبه لكنها لكن بأجر لكن يؤجل وحل لكم مدين بأجر يعلم والوجدان هليتان قنا عما وين عام يهيم وعندما يحل مرك وقت يسو قارنا يؤمن العدم وايد وإن لقى عام يهي دون ثمار مدمية من صغيرة القرى تلوينك توذير كأهاضي وحشيخ الله يهيو كريم shardiga kale isagana saddexaad waxa weeye shaygan muslimu fiihigaaha wax lagu horo marsanayaa ee mithaalkeenna gaadhiga ah ee mithaalkeenna khudrawaadka waa inuu dayn yahay oo wax hadda yacnii meesha yaalla waa inuu hay laanuu dayn iyo cayn baa iska soo horjeeda marna wax cayna baa la kala iibsanayaa marna wax daynahoo maqan baa la kala iibsanayaa laanuu lafdu salam dayntaasaa loo bandhigay hadduu yidhaahdo waxaan kugu horo marsaday lacagtan oo gaadhiganan markaa kaaga horo marsaday kii kale u dhaa waan aqbalay salam ma aha salam ma noqonayo shardigiisi baan la haynin beecna ma guntamayo lafdigii beecaan la haynin laannu lafdu salam daymnimo ayuu keenayaa marka waa in waxaan wax lagu hormarsay shay dayna oo aan meesha oolin waa inuu yahay xuluulan ow muajalan xululan xaaluhu yahay xaalan mid xaalo ah dayntaasi ow muajal ama midna mudaya ama sifaba ka dhigo waxaa jira xululan daa xululin yani dayntaasoo xaalnimo iyo hadda mid la bixinayo u saaxiiba ow muajal ow daa taajiilin ama taajiil iyo mudayn u saaxiiba hadda wuxuu ku yiri waa dayn haddana xulul maxaa looga jeeda macnaha waxa la diidaya horta inuu dayn yahay oo dee muddo dambe uu yeeshaa waa tii asalkiisa ahayd uu ku bannaanaa oo waa muajalta iyo taasi hadalkama jiro waxaa kaluu ku bannaanaan karaa shayga lagu hormarsanayaa inuu yacni yahay shay xaalahoo caqdigaa lagu shardiyay xaalnimadiisa ama waa la idlaaqay oo masalan waxuu leeyahay waxaan kugu horo marsaday lacag intaa iyo intaa leegin gaari aad keenaysa hadda aad keenayso laakiin mucayan maaho gaari inaan kuga hormarsay maaha laakiin waa gaari aadkee markaa dayn wuu yahay waa dayn hadda la keenayo iyo dayn muddo dambe la keenayo bay ka dhigan tahay laakiin haddii la ydhaa kan iyada waa mucayan oo laba ogola waxaana iska soo horjeeda dayn iyo cayn bay iska soo horjeeda markaa xulul mucajalan
marka waxay leeyihiin mar hadduu sanamkii mucajalnimo ku banaanaaday iyo muddo dambe dee hadda in yani uu xaalo noqdaan way kasii mudantay oo qararkiibuu kasii fog yahay laakiin biajalin yuclamu mucajalan biajal laakiinna biajalin yuclamu laakiin waa in lagu mudeeyaa muddo la og yahay muddo la isla garanayo waa in lagu mudeeyaa marka roobku inoo duwo marka qudradu inoo soo godo markay xujaaju yimaadaan laba ogola waa in waqti la qabsadaa go'an الحديث يجيب أما نسأل في شيء فليسر في كل معلوم وزن إلى أجل معلوم مدى معلومة هو قوان أي ألا دون أي تاسنا وشرد وحكى له شرد يا شيء أن لقو هرم رسنا يا شيء وجود كيس يهل تانجيس عام ويهي وين ويهي مركة وقت كيس قارن اللي هلا يقول لك أم يهين وقعه شيء بربر اون لهرو شيء جواهيره مثلا بدها لغا سو سارو او خلي خلي اون لهرو كايده مسلم في لغا ما دغي كرو وها يعني وحان لغا امن هين ان لوايو والوجود عم شيء لغو هور مرسريو جريتان كيس واين يحي وحليتان كيس مد عام هو غور والبلهليو والوجدان عم وعندما يحل يؤمن العدم وإصلاح صعوت أولا غاسي وإصلاح شرطيه وعندما يحل مركه حلاله بوقت يسو قارنا يؤمن العدم وايد وإن لقى أمي محولي دون ثمار من صغيرة القرى من ما يقول ما أقول تولير تولير كتوضا ير ميل يرى تولير بير ليا أيان مركه حل قال عقدا قول سيسمي لي هذا اللي كانوا ده waxa dhici karta tuulada in roob kuma seejiyo waxa dhici karta in bilaay kale ku dhacdo ayaa dhici karta sida daraadeed ilaa waxa la raba waxa shuruudii biica waxa kamid ahayd wal wa qudira tasliimu ama tasliimu ala tasliimi shay in dibidiisa bay la karaya xilliga waqtigiisa lacag baad si qaadatay xilliga lagu qabtay ee lagu yiri bisha shalaad bisha lixaad bisha rabadaan bisha shuwaad bisha lagu yiri shaygi weyra dhiibi karaysad keeni karaysaa marka shaygi xilligaa shay horta si caama loo helo waa inuu wax macduuma waynaanu ahayn ama sidii loo helo xilligaana shay la helayo waa inuu yahayoo dee masalan khudaartu xilliyo aanay soo go'inba khudaartu xilliyeyso imika xilli qaboobaha habhab ma soo go'o xilli kulayl uu soo go'a haddaad xilliga diqimtaahe ay ugu daran tahay ee ay dhaxantu fadhido aad tiraahday intaasoo xalxaba ayaan kaa doonayaa dee ma keeni karayo qofku mana sii dhigi karayo kamana soo horaysiin karayo marka waacindaba ya xillu yumanulcadam marka waqtigiisu gaarayana waayid waa in laga aamin yahay haddii kale ma ansaxayo walwujdaanu heliddu shaygan markaa la helayaa amma waa inay caam tahay oo shay si caama loo helay waynu yahay wacindamaa yaxilu marka waxa loo waqtigiisu gaadhana yumanulcadam waa in waayiddiisii laga aamiyey duuna thimaarin midhamaya min sagiirati lqura tuulooyinka yaryar ka ahaaday taa iyada markaa laguma hormarsan karo deriskeenna qaybtiisa hore halka inoogu joogto wallahu aclam.